من قلب الأرض صدفة اكتشفت مادة قد تغير مصير الكوكب للأبد، مادة عجيبة سحرية ستنقذ العالم، ثروة تفوق النفط والغاز، أذهلت عمالقة النفط في العالم، غاز بلا لون أو رائحة سيغير قواعد لعبة الطاقة، غاز تشكله الطبيعة في أعماق الأرض ومنها يستطيع الانزلاق إلى الغلاف الجوي دون كربون وبلا احتراق أو تلوث. الهيدروجين الذهبي الحل السحري لمشاكل الطاقة والبيئة والمناخ. إليكم القصة كاملة، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. صدفة قد تغير مصير الكوكب. الزمان أكتوبر 2023. المكان شمال شرق فرنسا. عالمان ذهبا ليستكشف المكان، لكن لم يخطر ببالهما أبدا أن يجدا كنزا بهذه الأهمية، ومادة ستكون بمثابة المنقذ للكرة الأرضية. العالمان هما مديرا الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، جاك بيرونو وفيليب دي دوناتو. ذهبا إلى ذلك المكان لتقييم كمية الميثان في باطن الأرض في حوض لورين للتعدين، واستخدم لذلك مسبارا متخصصا كان الأول من نوعه، صمم ليكون قادرا على تحليل الغازات الذائبة في الماء من التكوينات الصخرية في أعماق الأرض. وحين بدأ العالمان بالبحث كانت المفاجأة، إذ عثر المسبار على عمق بضع مئات من الأمتار على تركيزات منخفضة من الهيدروجين. إلى هنا كان الأمر عاديا، فمن الطبيعي أن توجد كميات قليلة من الهيدروجين قرب سطح الأرض، لكن المفاجأة الأكبر كانت عندما أصبح التركيز يزداد كلما تعمق المسبار. فبينما كانت نسبة التركيز 14% على عمق 1100 متر، أصبحت 20% على عمق 1250 مترا، ليجد العالمان نفسيهما أمام خزان كبير من الهيدروجين تحت هذه الأرض، إذ إن الرواسب المتشكلة من الممكن أن تحتوي على كمية تتراوح بين 6 ملايين إلى 250 مليون طن متري من الهيدروجين الأبيض، أي أنها أكبر كمية رواسب من الهيدروجين الأبيض اكتشفت حتى تلك اللحظة. فما هو هذا الهيدروجين؟ هبة الطبيعة. منذ أعوام تعمل الشركات والباحثون على استكشاف الهيدروجين الأبيض أو ما يعرف بالهيدروجين الذهبي أو الطبيعي، فهو المنقذ للكوكب كله، إذ إن الطاقة التي ينتجها ذات تكلفة منخفضة وتأثير بيئي محدود، ويمكن له بذلك أن يحدث تغيرا كبيرا في الديناميكيات البيئية. الاكتشاف الكبير الذي وجده العالمان ليس بقليل أو متواضع، إذ يعني أن الأرض تضم مصدرا لا ينضب تقريبا للوقود النظيف. وقبل إعلان هذا الخبر الجلل، كان على العلماء أن يتأكدوا من اكتشافهم قبل أن تحدث ضجة تزيد التنافس. فما هو مفهوم الهيدروجين الذهبي نفسه؟ وما هي الكمية من هذه المادة الساحرة التي ندوس عليها بأقدامنا دون أن نشعر؟ الهيدروجين الأبيض يعتبر الوقود الأساسي في الأعوام القادمة، وذلك لعدم إنتاجه لثاني أكسيد الكربون عند استخدامه كوقود أو في العمليات الصناعية. لكن وفق صندوق الكربون، فإن العيب الكبير في الهيدروجين حالياً أن أقل من 1% من إنتاجه على مستوى العالم خال من الانبعاثات، وذلك بالمقارنة مع الهيدروجين الرمادي والأزرق، فإن هذين النوعين من الهيدروجين يتم إنتاجهما بتقسيم الميثان إلى ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، بينما ينتج الهيدروجين الأسود عن طريق حرق الفحم جزئياً. أما الهيدروجين الوردي فيتم تصنيعه باستخدام الطاقة النووية. وأخيراً، فإن الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء إلى أكسجين وهيدروجين، لكنه يعتبر باهظ الثمن نسبياً وقليل الوجود، إذن يمثل ما نسبته 1%، فهو برأي الجميع مادة بعيدة المنال. فالحل السحري اليوم الهيدروجين الذهبي. وهنا نعود لسؤالنا الأهم، ما هو الهيدروجين الذهبي؟ تشير الأبحاث الجيولوجية الحديثة إلى إمكانية وجود كميات هائلة ورخيصة التكلفة من الهيدروجين الطبيعي تحت سطح الأرض، وذلك ما أكده أستاذ الجيوفيزياء في جامعة رويال هولواي بلندن ديفيد والثام.
والهيدروجين الذهبي هو غاز طبيعي محصور في جيوب تحت سطح الأرض، وهو غاز عديم اللون والرائحة، لكنه يتمتع بخصائص بيئية جيدة، إذ إنه يحترق بشكل نظيف ولا ينتج إلا الماء. يستخرج بالطريقة نفسها التي يتم بها استخراج النفط والغاز الطبيعي. أما عن إنتاجه، فيكون حيث يتواجد الغاز بشكل طبيعي في عمق الأرض، كما يمكن جمعه من خلال عمليات الحفر دون الحاجة إلى استهلاك الطاقة في التصنيع. أما الخزان الذي تم اكتشافه في فرنسا، فيقدر بأنه يضم حوالي 250 مليون طن من الهيدروجين الطبيعي، أي ما يكفي لتلبية الاحتياجات الطاقية المقدمة عن طريق أكبر حقل نفطي في بريطانيا تقريبا. وبذلك فإن هذا الاكتشاف يشكل تقريبا أكبر مخزون طبيعي للغاز تم اكتشافه حتى اليوم، وهو يكفي لسد حاجة العالم من هذه المادة من الآن وحتى عامين قادمين. وليس فرنسا فقط، إذ عثر على خزانات أخرى من هذه المادة في إسبانيا وفي جميع أنحاء أوروبا وفي مالي وناميبيا والبرازيل وأمريكا، لكنها خزانات تضم كميات أقل من تلك المكتشفة في فرنسا. لكن وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن هناك تريليونين من الأطنان المتاحة، إذا تم استخراج ولو جزء منها فإنها ستكون كافية لسد حاجة العالم لعدة قرون قادمة. رغم أهمية الاكتشاف والأمل الكبير الذي يجلبه لعالمنا، إلا أن العلماء لديهم أسباب للتحفظ والتروي، فالكمية الفعلية من هذا الهيدروجين المكتشف والكمية التي من الممكن استخراجها لا أحد يستطيع تأكيدها على وجه الدقة. لذلك وقع الخبراء في جدال واختلاف حول سؤال إلى أي مدى يستطيع هذا الاكتشاف حقا تغيير قواعد اللعبة، أم أنه مجرد خبر مبالغ فيه. فبحسب تقارير صحفية، فإن كبار الشركات في قطاع الطاقة ما يزالون مترددين في المشاركة بأبحاث الهيدروجين المكتشف، بينما انخرطت الشركات الناشئة فقط في هذا المجال. وهذا لا يعني أن الاكتشاف لم يجذب كبار عالم الطاقة، على العكس تماما، فكما يقول جيفري أليس من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، عمالقة النفط مهتمون للغاية، لكنهم يتخذون موقف الانتظار والمراقبة حاليا. فهل حقا وقعت يد العلماء على المارد الذي سينقذ العالم ويحقق معجزات تستمر لقرون، أم إنه خبر مبالغ فيه كما يعتقد البعض؟ ربما تأتينا الإجابة قريباً.